حكم الجلسة التي بعد صلاة الصبح، إذا مثلا إذا قامت المرأة لأعمالها في البيت، ثم أعمال يسيرة ثم رجعت، هل يجوز لها أن تكملها وتصلي الركعتين بعد ذلك أم لا يجوز؟ لعلك متوهمة أنه ستكتب لك حج عمرة تمة. لا، أعلم أنها حديث ضعيف، ولكني أقصد على ثواب الجلسة. لا إن شاء الله مأجورة إن شاء الله، لكن حج عمرة تمة ضعيف.